كيف ممكن واحد يقعد 6 أيام بدون ما يعمل أي شيء؟ نصف أيام السنة عندك عطل، بدك أكثر من هيك؟ كيف بدنا ننتج؟ إذا ما أنتجنا كيف بدنا نوظف موظفين؟ إذا ما أنتجنا كيف بدنا ندفع نعمل ضريبة للدولة؟ كيف بدنا تمشي عجلة البلد؟ كل يوم تعطيل يكلف ملايين كل يوم.